من واحنا صغيرين جدا ولغايه النهارده ومن زمان جدا واحنا عندنا حاجه كده اسمها اذاعه القران الكريم، دي بتشتغل تقريبا في كل بيوت مصر وفي كل التكاسي وبالذات في الفتره الصباحيه، دي حاجه اساسيه وليها محبين كتير جدا حول مصر كلها، حتى مع التطور التكنولوجي اللي حصل لسه لغايه دلوقتي ناس بتسمع اذاعه القران الكريم، ولكن زيها زي حاجات كتير جدا في بلدنا فيها عك وفيها حاجات بتزعل الناس وفيها حاجات مش منطقيه، وده اللي طلع قاله رئيس اذاعه القران الكريم رضا عبد السلام اللي كتب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على الفيسبوك، وقال فيه: اعلم ان معظم مستمعينا مستاؤون مما يفصل بينهم وبين المواد الاذاعيه، فهذا ليس بيدنا، لكن حاولنا ان نقدم افضل ما عندنا وبذلنا في ذلك جهدا كبيرا. طبعا الاستاذ رضا شاف انه بالفعل في حاله كبيره من السخط والاستياء من الفواصل الاعلانيه الكتير اللي موجوده في اذاعه القران الكريم، وكان في حاله من التفاعل كبيره جدا من جمهور السوشيال ميديا مع كلامه اللي طلبوا ايضا نفس الطلب وطلبوا كمان بعض الطلبات الثانيه هنسمعها مع بعض، وهنبدا بامجد اللي قال: وشيلوا كمان حديث المفتي الله يكرمكم، هو كمان بيزعجنا، فهو عايز الفواصل تروحوا كمان برنامج حديث المفتي. عبد الحميد رحيم برضو قال: كمان الدكتور مختار جمعة الله يرضى عليكم صوته بيخليني أصدع، فعايز يشيل كمان مختار جمعة من الإذاعة. هاني داغر كتب: كل مستمعي إذاعة القرآن الكريم عارفين أنه خارج إرادتكم، عشان كده لسه ليكم كل الاحترام ولا أحد ينتقدكم، دمتم في أمان الله. أبو مريم ومنا علق وقال: والله أنا من أكتر المحبين لإذاعة القرآن الكريم من فترة طويلة في ليلي ونهاري، ولكن في الفترة الأخيرة الإعلانات بقت فعلا حاجة مستفزة جدا، وحاجتين: أول لما بيشتغلوا من على الإذاعة بغيرها الإعلانات ومختار جمعة. هيثم زكريا طلب وقال: اسمها إذاعة القرآن الكريم ولها وجود إيماني وتاريخي في كل العالم العربي والإسلامي، لذا نرجو ألا تخرج عن محتواها، وجزى الله القائمين عليها كل خير. آخر تعليق معانا من أسماء حجي اللي قالت: فعلا زمان إذاعة القرآن الكريم كانت تخص كل ما هو دين فقط أو فقط، وكانت من أجمل الإذاعات، لكن للأسف اليوم فعلا أدخلتم فيها ما لا نرضاه. يبدو أن كان في إجماع كبير جدا من الجمهور على أن إذاعة القرآن الكريم خرجت عن محتواها ومكانتها اللي كانت في قلب كل المصريين ويمكن في الوطن العربي كله، وأن البرامج الحالية اللي بتبثها غير مرغوب فيها، وتحديدا الفواصل وبعض الأشخاص زي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. ونتمنى أن إذاعة القرآن الكريم ترجع زي زمان وتكون هي المنبر في كل البيوت المصرية.